فضلت يعني عم عادل ضحيه الاولين كان بيقول للمتهم تحليل مستنيين محامي ايه ومستنى الشرف حمد لما خلص عليهم كلهم خلص عليهم اللي كانوا بياكل عيش وملح معاه وعمل كده وهرب لشويه بس ربنا قال ما مش متوقعين منه كده ابدا يا ابني ابدا ابدا ما نعرفوش اللي هو ما نعرفوش ما شكتوش فيه ما شكناش في لحظه ما شكناش عشان ابويا لو شك فيه كان جاب عياله وجيه كان جيب لو اي حاجه لو حصل شيء مفيش اي حاجه خالص متصلين علينا مفيش اي اخوانا ابويا مش خاين لكن هو اللي خاين هو خلى لا بنتي ياخدوا كل حاجه عشانه وعشان ابويا ياخدوا كل حاجه هتبص الراجل الكبير ازاي ياخدوا كل ما بصيتش للشباب من عرب عفيتهم مش عارف بنتي بصي كويس معايا احنا كويسين